بمشاركة 17 صوتا واعدا قدموا من 12 ولاية عبر الوطن. انطلقت طبعة 13 للمهرجان الثقافي الوطني لأغنية الشعبي في سهرة رمضانية مميزة احتضنها قصر الثقافة مهدي زكريا. الموعد يعد فرصة لاكتشاف المواهب الصاعدة في هذا الفن المستمد من تراثنا العريق. الشيء الجديد في هذه الدورة 13 هي للشباب أولا وكذلك للعلم المعرفة في تأسيس مدرسة بمعنى الكلمة. هذا المهرجان ولا مدرسة بمعنى الكلمة، يعني بمجموعة الماستر كلاس، مجموعة الأساتذة، وهذا المترشحين هما الطلبة ويتعلموا وشنو هو الشعبي، تاريخ شعبي، تكوين شعبي، شخصيات شعبي، كل ما هو شعبي. وفي هذه السنة هذه أكدنا على الشعر الملحون. راني من سوء بالهوى شعلت نار. عشاق أغنية الشعبي سجلوا حضورهم في سهرة الافتتاح لإشباع ولعهم بهذا الطبع الموسيقي الجزائري الأصيل، كما كانت المناسبة فرصة لتكريم كل من الشيخ الحاج منور وكمال بورديب وعبد الرحمن القبي. تكريم هذا يعطيهم الصحة وما يكثر خيرهم. سي بيان بور نوتر بي ولي جان لي جاو غنا والدنيا هادو يعطيهم الصحة. قنا قبيلة شتو وعد لي غني مليح والله العظيم غير شامبيون وتصيبو راهو هنا ماشي ميغنيش ومبحر والله غير يعطيهم الصحة. يدني سبوار إن شاء الله. جينا اليوم لحضور إحياء افتتاح المهرجان الوطني للأغنية الشعبية اللي هو يعتبر ارتقاء في ما نقدوش نستغناو عليه، وحاجة مليحة أنه تفكروا هذا التخصص هذا اللي هو الغناء الشعبي باش يحيوه مرة أخرى. مهرجان أغنية الشعبي أنا كفنانة نحبه بزاف، نحب الطابع الشعبي، نحب فنانين الشعبي. اليوم كأول افتتاح لهذا المهرجان كان تنظيم محكم ما شاء الله، كان إقبال. السهرات الموسيقية ستتواصل إلى غاية الفاتح من شهر أفريل على أمل إعطاء الفرصة لكل المواهب للبروز والمساهمة في الحفاظ على أغنية الشعبي الأصيلة وإعادة بريقها. I'm looking for you.